إذا كان الوضع السياسي الآن بنفس الحماسة الحكاية، وأنا أنقل هنا السؤال بوضوح وعول أرحب صدركم وهدوءكم وفي فايدة الجمهور، الغاية واضحة والقوس الكلام بنفس الروح هذا نكمل مع الزمال. إذا نتبدل حال نحكي على الناس اللي يطرحوا الآن في مشاريع، إذا التزم مش بنفس الكلام ربما اللي قاله البارح الأستاذ الرمزي، وعلى الأقل من خلال متابعتها الزيتونة يقول مثلا يعني خيبة كبيرة عدم من الارتباك وعدم الوضوح. إذا كان السيد الزمال وهو في السجن الآن هو أخذ قرار باش قاطع الجلسات باش يرتاح على قبل باش يجي بقابل الفريق الدفاع متاعه والفريق الحملة باش يتناقشوا، إذا كان التزم بيطلق مسجي وبيرجع الديمقراطية، علاش ما نكملوش معاه هل ربع ساعة الأخراني؟ لكن الكلمة مرة أخرى سلمين. أستاذ حسين من فضلك، ما يخضع له الآن المرشح الرئاسي في عياشي زمال خضع له القروي عام 2019، والحاكم بأمره الآن كان مرشحا آنذاك وقال أخلاقيا أنا فيها أشياء ما نعملهمش لأنه زميلي يعني معتقل، واللي هو شاد توا رئيس الهيئة للانتخابات كان نائب رئيس الهيئة عام 2019 وطالب بإطلاق سراح القروي ليقوم بحملته الانتخابية وخلي القضاء ياخذ مجراه. شنو اللي تبدل باش يعني سناكي ولا رئيس لم يتخذ مثل هذا القرار؟ ينجم يقول أن القضاء ياخذ مجراه وخلي المرشح سي زمال يقوم بحملته الانتخابية، يرمي الكرة عند القضاء. نعم الفرص، يعني هذا السعدي نجرهم جميعا من ألسنتهم. واحد. اثنين، أخي حسين، أخلاقيا بالنسبة لي عندي أخلاق الصيادين وعندي أخلاق الفرسان، والصياد الأرنب ينوض عليها ما ينوضش عليها وهي راكدة لأنه يتسمى حقير، يفيق الأرنب وكانوا صيادته وينجم يشد. كل إنسان يسب اليوم الناس اللي في الحبس سواء بالنسبة لي كانوا تجمعين أم نهضويين أم ليبراليين أم كذا، هو إنسان حقير على اعتبار أن الناس هذو من المشي دافع على أنفسهم. اثنين، مثلا مش بطولة أنك تدعي البطولة النقد دائما يستمد أخلاقياته ما أنه موجه لمن في الحكم وليس لمن هم في السجن. جميل. وعليه من نجم كان نلقى روحي متعاطف كليا مع سي العياشي زمان، من حقه في الحرية وحقه أن يقوم بحملته الانتخابية في أجواء عادية مش في أجواء بتاع الترويع، لكن هذا في واد. وأمر آخر أنه إنسان يحب يترشح باش يشدنا رئيس الخمس سنين وباش يشدنا رئيس بدستور يعطي صلاحيات إلهية إلى من هو رئيس، من حقنا أن نتساءل ونقول من هذا؟ يعني إذا سي زمالي يقول أنا دخلت السياسة عام 19 يعني مازال يددش معناها، وباش يولي رئيس في ظل دستور عنده صلاحيات إمبراطورية وصلاحيات يعني إلهية، من حقنا أن نقولوا من هذا؟ اثنين، معناها نحن مليوعين بأنه تم فبركة رئيس على عجل ونجم تحت شعار يعني النظيف، الآن يتم فبركة مرشح آخر تحت شعار الشاب الناجح. قلتها البارح تمت فبركة صانع التغيير وتم تفبركة قائد الجهادين، وبالتالي نحن ملكوعين من صناعة الأبطال وصناعة يعني أنصاف الآلهة. يعني اثنين، ثم أسئلة يعني تطرح، الرجل هذا علاش تقبل وبعد صارت مشاكل سي حسين؟ علاش ها أستاذي هاو معاك الآن والسادة المشاهدين يتابعوا فينا الكل، علاش ما تعملوش كيما عماد الدايمي والزنايدي يقولك فاجأ السلطة نفسها يعني تمت مفاجأتها يقولون؟ لا لا، ايش معناها مفاجأة؟ ايش معناها يعني دولة تلعب معناها واحد يعني زرف معناها؟ نعم. أنا هني معاك وهني نحكي معاك هني نحكي معاك، أما باعتباري لا حامية لله سأقول لك دائما نصف ما أعرف، لن أقول كل يعني ما أعرف لأنه أنا لست وظيفيا ورأي جهة. فما تدوينة من فضلك انشرها سي عبد الوف العيادي. نعم. على ذلك الصحفجي اللي قال أن المرزوقي يسكر بالحمص وكذا منه قال كيفاش يتحاكم ويسب في القاضي ويسلخ فيه سلخ ويقول له كذا وكذا كلام. نعم قبل خورة. نعم علاش خضر وراه سفارة وراه فرنسا وراه كذا، احنا ورانا ربنا سبحانه وتعالى وربنا قال لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلك. أنا أطرح الأسئلة ولا أقدم الأجوبة. سي زمال، من أنت؟ من الذي زج بك في المعترك الانتخابي
يعني معناها هذا، شكون اللي خلاك تتعدى؟ والمشاكل اللي تتعرض لها اليوم هل هي عرقلة أم صناعة سيرة؟ اليوم معناها إذا كان الزمن ما عادش يسعفك باش تنجم تعمل تاريخ نضالي تحت تحظى به بثقة الناخب يعني التونسي، نخبركه لك على عجل. شوية الألم اللي تتعرض لهم والهرسلة هذه خلتني أنا حاسب روحي فايق ومتعاطف معاك، فما بالك الناس العاديين؟ يعني ما يجري مؤلم لكنه أيضا يساهم في صناعة سيرة لمترشح لقود معناها يقودوننا إلى البير وعمق أحمد. هذه هي معناها، يا تمشي الواحد عنده 3 سنين يعبث بالبلاد يا هو شاب ناجح. هالأجواء متاع الضغط والهرسلة الناعمة للمتفرج وللتونسي وللناخبي، نحن الذين نزعم أنه عندنا شوية تفكير نحاول نقول لشعبنا بالشوي، وما تخلوش كي مجمع اللي نقزوا هذوما عام 19 قالوا لنا يعني إبليس ولا القروي، وتوا يقولوا لنا إبليس ولا قيس. معنى هذه هي، معنى نحن نقول حطوا على جمالكم حشاك القرد، قالوا يعطيك سخطة قال من الواحد كيف تسخطي ولا قرد. احنا مسخوطين توا عندنا 3 سنين، اي معناها ما عادش عندنا ما نقمروا اكثر، وعليه انه باش تجي تبدل لي واحد وتركب لي واحد اخر معناها في دستور كما قلت لك يعطي صلاحيات الهيه. نحن يا سي حسين لك العام سامحني واحد زوز رفاق زوز ماركسيين في الجريد يعني في المخل ويتعاركوا كذا، ويا زميل وحرف قال له اخي جمله نتاع حبس صراع طبقي، يعني زعم اخوك لمين اللي معاه سي حسين توا يقول في كلمتين عقلانيين ما فيهم لا طعن لا تشويه لا حد شيء، اما يقول فرنوا عواطفكم. انت تصنع راي عام سيد لمين. اي استاذ، يعني الجملتين هذوما باش معناها باش يساهموا انهم يطلعوا قيس برا اخرى ولا باش يطيحوا زمال؟ لا، احنا عندنا تجربه، اعطينا ثقتنا في نكره صار في البلاد ما صار، ما ثماش علاش اليوم نعطوها النكره اخر دون ان نفكر. انا ما قلتش قاطعوه، ما قلتش ما تنتخبوش استاذ، اما نطرح اسئله اوليه، من هذا المترشح الذي تجري فبركته على عجل بعنوان المترشح الشاب الناجح بعد ان تمت فبركه المترشح النقي النظيف العفيف معناها، والنتائج كانت مهكه. الور بالنسبه لي تجيب لي واحد يا سي حسين الغالي الشاب الناجح او المترشح النظيف هو قتل للسياسه. بعد الثورة بالضبط أول كلمة عملت ثورة الشباب، ثورة الشباب كانت اغتيال لحقيقة الثورة التونسية، رغم عملها حد عملوها ذري مساكين شباب ما يعرفوا حد شيء، معناها باش اللي يجي حلس وركب. الآن بعد ما تمت سيطرة وترذيل الأحزاب وقداش كيلو نضال والأحزاب وفساد وسراق وعملوا اللي ما تعملش في تونس يعني الكل، يطلع لك المترشح الشاب الناجح. هذا أيضا نوع من اغتيال السياسة واغتيال السياسيين والمواصلة في الانقلاب. يا سي حسين المرشحين الموجودين اليوم جنبا إلى جنب مع الانقلابي هو معناها تقريبا محاولة لإنهاء الفوضى والإبقاء على الانقلاب، لأنه صار انقلاب لكن فيه برشا فوضى، الفوضى ما تساعد حد معناها. ألور أش نعمل؟ نحافظوا على الانقلاب اما نجيبوا ناس ما يعملوش يعني فوضى. اي معناها هذا معناش الحق نقولوا للناخب التونسي فيق بالاشياء هذه ويفرني وما يمشي. راهو سي قيس سعيد كانت عنده 18 ولا 19% عام 2019 باسم العماء العاطفي نتاع هيا برك اه ودي راهو القروي اسرائيلي وراهو كذا منو منا، من 18% يصبح عنده 72%. هاكا شوية نحن طحنا في 72% تو، وبالتالي معناها بعد الخيبة وبعد التجربة وبعد الخسوق وبعد اللي صار هذا الكل، من حقنا حاجة واحدة يا سامسين، ما قلنا شيء، قلنا هؤلاء النكرات نضعهم على السفودي، نضعهم على المرايا ونسأل أمام التونسيين من هؤلاء. أنا نقول لك كلمة يا سي حسين، علاش سي زمان ما خلوش يعمل الحملة الانتخابية؟ ما يحبوش ويتكلم يا سي حسين، يحبوا لك يبيعوا لك حاجة يعني في سكارة. هاكا ثم بيان مكتوب وثم كذا، نحبوه فاسفاس يا سي حسين، نحبوك تجيبه ويحكي معاك، حبوه نشوفوه يعرف يحكي وايش يقول ولا لا، علاش تتباع في شكارة؟ حطه في السجن مش معناها ما تنتخبوش، طالما هو ممنوع من الحملة الانتخابية طالما الأصوات باش تمشي له بالفوتيتيل، معناها يبيعونا في شكارة، ما تكلموش وما سمعناش، سي حسين ما سمعناش، الكلام اللي سمعناه منه كلام مكتوب في الشاشة قدامه يتكلم فيه، نحبوا يجي سي حسين بن عمر ويحكي فاس فاس وخلينا نسمعوه ونشوفوه كيفاش يفكر.